برحب بحضراتكم مره تانية اكيد يعني تعليقا ايضا على تصريحات المهندس محمود طاهر في مؤتمر الصحفي النهارده اللي كان خاص باللائحه الداخليه للنادي الاهلي، وايضا تعليقا على بعض التساؤلات في الفتره السابقه وايضا التساؤلات في الفتره القادمه للنادي الاهلي ومستقبله. طبعا بستكمل حواري مع اللواء محمد الحسيني عضو الجمعيه العموميه ورئيس اللجنه الرياضيه بحزب الوفد. برحب بحضرتك ست اللواء. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا وسهلا، سعداء بيك. اسمح لي بس قبل ما اتكلم في اي حاجه اروح بس سريعا اطمن على فريق النادي الاهلي النهارده استعدادا طبعا لمباراه سموحه ان شاء الله هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله في كاس مصر قبل النهائي. اروح لزميلنا رمضان علي حسن، اكيد رمضان مراسل من هناك من ملعب التمرين ملعب التتش. طبعا طمنا رمضان على النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي النهارده وتدريباته النهارده واخبار اللاعبين ايه النهارده في التمرين. اهلا بيك يا كابتن فاروق بكل مشاهدي قناه الاهلي، وبرحب طبعا بالسيد اللي هو محمد الحسيني. طبعا تمرين النادي الاهلي النهارده جه تدريب قوي، حرص الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري على ان هو يعمل تقسيمه جماعيه ما بين اللعيبه ثم تدريبات على الكرات الثابته والكرات العرضيه. كان واضح جدا ان في بعض القصور او بعض الاخطاء اللي كانت موجوده في ماتش الفيصل الاردني الاخير بالبطوله العربيه، واضح جدا ان الراجل عايز الفريق يتلاشى هذه الاخطاء في ماتش مهم زي سموحه يوم الاربعاء ان شاء الله في كاس مصر. كمان كان في محمد نجيب ومروان محسن وباسم علي ادوا تدريبات تاهيليه او وصلوا برنامجهم التاهيلي، لكن ربما يعود محمد نجيب وبشكل كبير ان شاء الله لصفوف الاهلي في مباراه سموحه. طبعا كان في احمد فتحي جاب لليوم الثاني على التوالي، وده طبعا باذن من الجهاز الفني، واضح ان الراجل عنده ظروف خاصه وبالتالي الكابتن حسام البدري سمح له بهذه الاجازه. كان في كمان ميدو جابر انتظم في التدريبات، وكان امبارح في التدريبات الجمعه شعر بدوخه بسيطه ولم يستكمل التدريب، لكن النهارده الحمد لله انتظم بشكل طبيعي واصبح جاهز لماتش سموحه. طبعا كمان كان في محاضره عقدها الجهاز الفني قبل التمرين، وده امر طبيعي دايما بيعمل كابتن حسام البدري، اكيد اكد على اهميه ماتش سموحه وان الاهلي بقى له 10 سنين ما خدش البطوله وان هو دايما مطالب باستعاده اللقب. طيب رمضان خليني اسالك على محمد نجيب ووليد سليمان، يعني هل هيلحقوا الماتش القادم في مباراه سموحه ولا يعني لسه الكلام مع ان هم لسه في مرحله التاهيل؟ محمد نجيب تحديدا وفقا لكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح معانا ان هو فرص لحقه بالمباراه هتكون كبيره. احنا قدامنا النهارده حد واثنين وثلاث ربما يشارك بكره في التدريب الجماعي او بعد بكره، وبالتالي يعني فرص لحقه بالمباراه ما زالت قائمه. نفس الوضع وليد سليمان، اعتقد ان المزق بدا يلتئم وشارك النهارده في التقسيمه الجماعيه بشكل طبيعي وبالتالي اصبح جاهز لماتش سموحه. طيب الوحدات التدريبيه النهارده كابتن حسام، يمكن لو انت تابعت التمرين كانت ماشيه ازاي؟ يعني ايه اللي كان مركز عليه كابتن حسام البدري في تدريباته النهارده؟ يعني النهارده كان في اكثر من لعيب كلفهم بتدريب على الكرات الثابته، كمان كان في من عن طريق لاعبي الاجنبي اذا كان حسين السيد اذا كان محمد هاني اذا كان صبري اذا كان معلول، مجموعه الباكات اللي موجوده شمال ويمين كانوا بيعملوا كرات عرضيه للعيبه عن طريق كرات عرضيه للمهاجمين الفريق. واضح ان وكان في يعني واضح ان الكابتن حسام البدري راى ان الاهلي يعني موضوع الفرصات اللي بتتعمل من على الاجنب دي ربما الفريق مقل فيها او احيانا ما بتتعملش بالطريقه الامثل، فده كان كل تركيزه النهارده في حوالي نص ساعه تدريب في الجزء الاخير من تدريب النادي الاهلي. رمضان انا بشكرك اكيد، يعني المباراه القادمه مباراه مهمه يعني كلنا طبعا مركزين فيها لان هي بطوله كاس مصر، بقى لنا فعلا فتره طويله ما حصلناش على هذه البطوله، وصلنا للدور قبل النهائي، اعتقد فرصه جميله وفرصه عظيمه انك تكسبها وتخش على المباراه النهائيه. طبعا فريق سموحه فريق قوي وعنيد، ولكن طبعا احنا هدفنا هو البطوله دائما، يمكن خروجنا من البطوله العربيه، ويمكن النهارده المهندس محمود طاهر هو بيتكلم على هذه البطوله العربيه، ويمكن عدم حصولنا على هذه البطوله كان الهدف من دخول هذه البطوله هو هدف سياسي، ويمكن استفدنا من بعض او دخولنا هذه البطوله من بعض الامور، منها طبعا بعض اللاعبين اللي احنا بنشوفهم بشكل مميز، ايضا التالف مع الدول العربيه او الفرق العربيه، مكاسب كثيره من هذه البطوله، لكن ليس الهدف منها الاول في هذه البطوله او دخول النادي الاهلي في هذه البطوله هو الحصول عليها. لكن طبعا كاس مصر مهم جدا ان احنا نحصل عليه. شكل لواء يعني